اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج الناس تنتخب وحلقه جديده والبدايه من موجز لاهم الاخبار الخاصه بالانتخابات. وصف رئيس قائمه ابشر عراق الشيخ همام حمودي الانتخابات بالفرصه لعرض رؤى وبرامج وخطط كل حزب. الشيخ حمودي خلال لقاء متلفز قال ان الشعب لا يتحمل تكرار عمل مجالس المحافظات السابقه، مشيرا إلى أن الناس حاليا يختلفون عن الفترة الماضية وأصبحوا أكثر خبرة بما يجري بالبلاد. الشيخ حمودي دعا الجميع إلى المشاركة بالانتخابات وعدم المقاطعة. وجه رئيس الوزراء محمد شيع السوداني بعدم التدخل في خيارات الأجهزة الأمنية والعسكرية خلال التصويت الخاص، كما وجه السوداني بمنع أي إشارة أو تلويح يفهم منه المنتسبون والمقاتلون بأنها إملاءات انتخابية، وشدد على اتخاذ أعلى حالات الضبط والمتابعة إزاء أي حالة تدخل في الاختيارات الانتخابية أو ربط بين جهة الصوت الانتخابي للمنتسب، مؤكداً على أهمية الصوت الانتخابي الحر للمنتسبين والمقاتلين. أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إتمام توزيع أكثر من 500 ألف بطاقة بايومترية من أصل ما يقارب مليوني بطاقة للمواليد الجدد، وصلت حديثاً للعراق خلال الأسبوع الأول من عملية التوزيع. عضو الفريق الإعلامي للمفوضية حسن هادي زاير قال إن المفوضية افتتحت أكثر من 900 منفذ بعموم العراق لتوزيع البطاقات البايومترية الجديدة. أعلن مكتب مفوضية الانتخابات في كربلاء المقدسة رصد خروقات ومخالفات لدى قوائم وكيانات مشاركة في انتخابات مجالس المحافظات. مكتب المفوضية قال إنه تم إبلاغ الكيانات المخالفة بإزالة تلك الخروقات، وبخلافه سيتم رفعها إلى المكتب الوطني لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقها وتغريمها مبالغ مالية. من جديد لكم التحية مشاهدينا، وأرحب بضيوف هذه الحلقة كل من المرشح عن قائمة ابشري عراق السيد قاسم يحيى حسن الموسوي. اهلا وسهلا بجنابكم، كما ارحب ايضا بالمرشح عن تحالف ابشري عراق سيده شيماء السعداوي. حياكم الله واهلا وسهلا، وارحب بالمرشح عن تحالف نمني سيدة أسيل ياسين جهاد الخالدي. وعن ائتلاف دولة القانون السيد عمر السوداني. أحييكم ضيوفي وأهلا وسهلا بجنابكم، وأبدأ حواري مع أستاذ قاسم. حدثنا عن برنامجك الانتخابي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. المهندس قاسم الموسوي مرشح عن محافظة النجف الأشرف عن قائمة ابشري عراق رقم القائمة 143 و99. بخصوص البرنامج الانتخابي، لدينا عدة ملفات، منها ملف الخدمات، التربية، الصحة، والقطاع الزراعي، والقطاع الصناعي، ومحاربة الفساد. إذن هذه أولوياتكم، لكن في محافظة النجف يمكن مشاكل تختلف عن بغداد، فشنو اللي ركزتوا عليه تحديدا؟ احنا حقيقة في محافظة النجف نفتقر إلى سوء الخدمات، وهذا الجانب يركز عليه في محافظة النجف الأشرف. سوء الخدمات تحتاج إلى بنى تحتية في المحافظة، حيث لدينا كثير من المناطق الزراعية والتي تحتاج إلى ترتيب
وإنشاء بنى تحتية للمدينة. الآن ينقص مدينة النجف للأشرف الكثير من الخدمات، يحتاج التعاون جميع أعضاء مجلس المحافظة بالإدارة الجديدة للنهوض بواقع محافظة النجف الأشرف. إذن خلينا نشوف هذا التقرير عن محافظة النجف والعودة لكم مرشحينا. رجعنا وإياكم لنكمل مشوار هذه الحلقة وأنتقل لست شيماء، أود أن تعرفينا على برنامجكم الانتخابي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على محمد وآل محمد. نبدأ تعريفية بسيطة عن نفسي. المرشحة شيماء صدام صغير السعداوي، إعلامية ناشطة مدنية من محافظة ذي قار، قائمة بشريا عراق، رقم القائمة 143 تسلسل 8. برنامجنا الانتخابي خلال هاي الفترة السابقة حصل فيها كثير من الأخطاء. حالياً احنا شخصنا الأخطاء اللي يضمن منها الخدمات، تلك المشاريع، التعليم، بالإضافة إلى المراكز الصحية. فإحنا بدورنا شخصنا الأخطاء ونريد نصحح العملية السياسية نحو الأحسن، وإن شاء الله مو بصوتي يعني بصوت الجمهور نقدر نغير. إذن بما أن حضراتكم عن محافظة ذي قار وأيضا مشخصين لبعض الحالات في ذي قار، خلينا نعزز ما ذكرتي بهذا التقرير ونعود بعد قليل. عدنا وإياكم ونكمل مشوارنا التعريفي بمرشحينا، وأنتقل لكم ست أسيل عن تحالف نبني، وأود أن تعرفينا عن برنامجكم الانتخابي. أحب أعرفكم أول شيء عن نبذة بسيطة عن نفسي. المهندسة أسيل ياسين الخالدي، خريجة جامعة بغداد، في تحالف نبني رقم القائمة 195 وتسلسلي 41. نحن في برنامج في تحالف نبني وضعنا برنامج انتخابي كاد أن يكون يغطي في جميع مفاصل المجتمع، مجتمعنا خاصة محافظة بغداد. فهنالك عدة فقرات، من أهمها دعم القطاع الزراعي والاهتمام بالمرأة والطفل وتمكين الشباب ودعمهم، وأيضا هنالك ما يتعلق بالواقع الصحي وأيضا الواقع التعليمي ودعم المؤسسات التربوية. إذن الانتقال لكم أستاذ عمر، بعرف أولوياتكم في ائتلاف دولة القانون مشابهة لما ذكر أم لا؟ طبعاً عمر السوداني، مدير قسم الإشراف والمتابعة في غرفة تجارة بغداد، وعضو اللجنة العليا لدعم الدينار العراقي في رئاسة الوزراء. عملنا طبعاً بالتأكيد العمل
هو الشعارات كثيرة والتأملات كثيرة جدا، لكن يجب توحيد الجهود لتقديم الأفضل والأفضل إلى جمهورنا العزيز. من أولويات عملنا دعم الطاقات الشبابية والاستمرار بالمنهج اللي اشتغلنا عليه في السابق، إن شاء الله تطوير وتأهيل اليد العاملة، تطوير الشباب ودعم رواد الأعمال، وتمكين المرأة، وزج الطلاب الخريجين في الأسواق المحلية لتمكينهم من عمل مشاريع صغيرة إن شاء الله تكبر بالمستقبل. أيضا من أولويات عملنا الواقع الصحي والجانب الخدمي للمحافظة، وإن شاء الله عازمون بقوة القرار إن شاء الله نبني ونعمل ونجتهد لخدمة بلدنا الحبيب. إذن بما أنه ستأسيل وأستاذ عمر مرشحين عن محافظة بغداد، لدينا تقرير أيضا مشابه لما عرض ويستعرض واقع العاصمة بغداد. أحييكم من جديد ضيوفي ومشاهدينا، وبعد أتممنا موضوع التقارير، لكن هناك مشاكل أثيرت في التقارير وفيما ذكرتوا من نبذة تعريفية عن برامجكم الانتخابية، وكل محافظة اليوم هي بها أولوية من المشكلات. لكن اليوم أبدأ حواري معك أستاذ قاسم بفقرة الدقيقتين اللي راح تمنح لحضراتكم للإجابة على كل سؤال على أن تلتزمون معنا بالوقت. أستاذ قاسم ذكرت جملة من المشاكل في محافظة النجف، لكن ما هي أولى الأولويات اللي من الممكن أن تقنع بها الناخب اليوم في برنامجك الانتخابي؟ إحنا من أولى أولوياتنا، باعتباري أنا جزء من وزارة الكهرباء العراقية ولي باع طويل في هذا الموضوع منذ عام 1988 لحد الآن، نحن نعاني من مشكلة الكهرباء في محافظة النجف الأشرف، وباعتباري جزء من مديرية توزيع كهرباء النجف من أولوياتنا هو فك الاختناقات الحاصلة في مدينة النجف الأشرف. فك الاقتناقات حقيقة بالمدينة يحتاج إلى محطات التحويل من 132 إلى 33، وبالتالي نحصل على محطات ومتنقلات تحول إلى 11. إذا حصلنا على هاي المحطات بالشكل الصحيح راح نحصل على متنقلات وبناء محطات نفك الاقتناقات عن مدينة النجف الأشرف. هذه المحطات لو بنيت بالشكل الصحيح راح نوفر إلى خطوط 11 جديدة إلى المدينة، ونفك اقتناقات المدينة، ونضمن التجهيز الكامل في حالة توفير المدينة. هاي أولى أولوياتنا في قطاع الكهرباء. يعني شوف اليوم الناخب جاهز أنه يتوجه لصناديق الاختراع؟ إحنا بالنجف أشرافنا نختلف عن باقي المحافظات باعتبار أنه الطابع الديني غالب على هاي المدينة، ويحتاج إلى الإشعارات اللي تصدر من المرجعية أولاً. ثانياً باعتبار إحنا أهل مدينة مو مثل مدينة بغداد كبيرة وواسعة، يعني أغلب المرشحين لدى الناخبين معروفين من خلال سيرتهم الذاتية، من خلال تواجدهم بهاي الأعمال المناطبيهم، فأقناع الناخب تكون أسهل من باقي المحافظات. هذا اللي موجود بالنجف الأشرف، يعني ما نحتاج إلى إقناع مثل باقي المحافظات الأخرى باعتبار المدينة أصغر، والرجالات الموجودة بمدينة النجف قاد يكون جميعا معروفين. خلينا نشوف إذا الموضوع متشابه في محافظة ذي قار والكمسة شيماء. يعني ذي قار تختلف وفيها عدة أيديولوجيات وعدة احتياجات وأولويات، شنو الأولويات اللي عملتوا عليها؟ والقدرة على إقناع الناخب في ذي قار كيف عملتوا عليها أيضا بدقيقتين؟ صدق الحقيقة في محافظة ذي قار عندنا عزوف الناخبين كجمهور مواطنين ذي قار عن الانتخابات، لأن يقول الحكومات السابق
محافظة ذي قار بقت منكوبة لحد هذه اللحظة، ونلاحظ حتى الموازنات اللي جاية تجي محافظة ذي قار تستغل فقط في بعض المراكز الأقضية والنواحي، بينما احنا المناطق البعيدة ما جاي يوصلها خدمات. وإن شاء الله بعد انتهاء البرنامج راح نعطيكم نبذة مدرسة لحد الآن بقرن 21 أولادنا جاي يعبرون بسفينة من هذا الجرف الجانب الأيمن من النهر إلى الجانب الأيسر من يروحون المدرسة ويجون. هاي أحد الأولويات. ليش؟ لأنه دائما الحكومة المركزية تريد تحسن صورتها. ليش تحسن صورتها؟ بأنه إجراء نافورات زيادة، نشرات، مشاريع هدر للمال العام بدل ما أقدم خدمات. هو المفروض الخدمات تتركز إما للإنسان. احنا حاليا في محافظه ذي قار نقول منكوبه، فعلا منكوبه. طيب. من الجانب الصحي، من الجانب الخدمي، من جانب الكهرباء، من جانب الاولويه الاولاد عوائل الشهداء اللي من ضمنهم عوائل شهداء سبايكر اللي انا سنوين اطلع وياهم من مسرح الجريمه انه احياء ذكرى شهداء سبايكر. لاحظ الحكومه المحليه كذلك انه اهمال خصوصا محافظه ذي قار، لكن اليوم كشيء ما استعداوا ناشطه مدنيه استطاعت انه تقنع اهلها وناسها انه العزوف ما راح يفيدنا، انا وياكم هذا مشروعنا للتغيير، وان شاء الله صوتك مستقبل اولادك. لان احنا كبرنا الان مستقبل اولادنا جاي نفكر به. اذا ستأصيل الموضوع مشابه لما يحدث في بغداد اليوم، مساله الثقه بين المرشح والناخب مثل ما ذكر استاذ قاسم. يمكن النجف وبقيه المحافظات هي ولايه مثل ما يسموها، قادر الناس على اقناع الاخرين، لكن في بغداد التحدي اكبر ربما. نعم. في بغداد هنالك نقول شبه عزوف، لان المواطن البغدادي انا اعتبره انه خاصه في وضعنا حاليا يعني في هذه السنوات الاخيره اصبح اكثر وعيا، فيلاحظ انه المجالس القديمه شنو قدمت له حتى يرجع مره ثانيه وينتخب نفس او مثل نقول نفس الوجوه او نفس الاشخاص. فاليوم احنا عن في خلال حملتنا الانتخابيه والتعريف في برنامجنا الانتخابي نثقف المواطنين ونثقف جماهيرنا على انه المشاركه، فهذه كانت تجربه سابقه، خاصه احنا اليوم كشباب عندنا طموح وعندنا ما شاهدناه في الايام السابقه في السنوات السابقه من تلكؤ في الخدمات وسوء في الاداره، فاحنا نقنع الناس انه هذه تجربه جديده. طيب. بما أن المجالس متوقفة صار لها بالتقريبا بالعشر سنوات، فنحثهم على المشاركة ومن خلال كلامنا معهم ومن خلال طريقتنا في التواصل معهم ومعرفتهم بينا كإحنا كمواطنين من لبة المجتمع في هذه الطبقة من الجماهير ومن المواطنين، فنلاحظ أكو تغيير بالرأي، يعتبرونها يقولون راح نجرب حظنا هذه المرة. فأني برأيي أنه المفروض المرشحين جميع المرشحين في هذه الانتخابات أمامهم تحدي جدا صعب، ويجب عليهم إرجاع الثقة بين المواطن والمرشح، لأن المواطن شبه فقد الثقة بهذا الأمر من كثرة الوعود اللي مدى تتحقق. فإحنا اليوم في خلال برنامجنا الانتخابي من أول أولوياتنا خاصة في تحالفنا، تحالف نبني هو إرجاع الثقة، ثقة المواطن في مجالس المحافظات وفي أعضاء في أعضاء مجلس المحافظة. طيب أستاذ عمر، تحدي كبير مثل ما ذكروا زملائك في الترشيح، وأولى الأولويات اللي ركزت عليها في برنامجك كمرشح وكائتلاف دولة قانون، قادر اليوم ترجع الثقة بينك وبين الناخب؟ يجب على الأمة اختيار من يمثلها، ولنا ثقة في جمهورنا الكريم بالذهاب إلى صناديق الاقتراع لجعل الإصلاح والسيطرة على والقضاء على الفاسدين بصوت جمهورنا اللي راح يكحل عيوننا ويكحل أصابعه بالانتخاب باختيار المرشح الأصلح والأكفأ. وكل العزوف على الانتخابات هذا سبب إرباك بصراحة، لكن إحنا شباب ذو فكر أريد نقدم خدمة، إحنا مو سياسيين، لكن إحنا يجب أن نرشح من خلال الكتل السياسية، لكن إحنا بالنسبة لنا عازمين على تقديم الخدمة الحقيقية إلى 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 محافظتنا الحبيبة. هذا من جانب، والجانب الآخر
يجب التأكيد على الجمهور بالمشاركة بالقضاء على الفساد والفاسدين، هذا من جانب. ومن جانب الآخر يجب تحقيق الأهداف والسيرة الذاتية للمرشحين وتقديم الخدمات إلى الجمهور بفعل وبحقائق ملموسة، حتى أن نقدر نعيد الثقة، نقدر نعيد ثقة الجمهور بالمرشح. لأنه إذا ما موجودة ثقة الجمهور بهذا المرشح وبذاك المرشح، ما راح نقدر نكمل المشوار، ولا راح نقدر نبني، ولا راح نقدر نعمر. هذا من جانب، هذا الجانب مهم جدا. نعم. قدامك 10 ثواني. ما يخالف. ضمن الخطط اللي احنا مقدميها، خطط ما يسعنا الوقت أن نستعرضها الآن، لكن عازمين على تقديم هذه الخطة، وإن شاء الله بجهود المواطنين وبجهود الناخبين إن شاء الله راح نقدر نحقق اللي نريده. نعم. إذن بعدنا بفقرة الدقيقتين، وأيضا أبقى وياك أستاذ عمر. أجمعتوا على أنه ملف الخدمات هو حافز شجعكم حتى ترشحون لإصلاح ما يمكن إصلاحه. أستاذ عمر، شنو اللي راح تقدموه بملف الخدمات وبدقيقتين أيضا؟ ملف الخدمات طبعا واسع الحديث فيه، ما يكسعنا الوقت أيضا أقول لك إياها، لكن الخدمات يوجد مناطق نائية في بغداد لحد الآن، يوجد مدارس على شكل كرفانات، يوجد مراكز صحية غير كفوءة للعمل، يوجد برنامج من ضمن برنامجنا برنامج البيئة وتحسين الأجواء في المحافظة، شبكات للطرق، تقديم الخدمات الحقيقية بفعل. يجب أن يكون هذا مدروس بتعاون مشترك مع جميع الوزارات، يكون هذا التعاون مشترك مع جميع الوزارات بوضع هذه الخطة للسيطرة وللتخطيط المستقبلي للمحافظة. إذن أنتقل لست أسيل وخططكم لملف الخدمات. بما تفضل به الأستاذ، فما أريد نكرر بالكلام، لأن إحنا أيضا هذه الخدمات، فأضيف إلها الانتقال إلى الواقع الخدمي بصورة، شلون نقول، بصورة متكاملة، طبعا مع التعاون مع بقية الوزارات. أيضا الترويج يكون عن طريق القطاع الزراعي، أيضا الاهتمام به، طبعا هذه من أولوياتنا، أنا كمرشحة من أولوياتي القطاع الزراعي والاهتمام به. إذا تلاحظون في الآونة الأخيرة خاصة في مناطقنا الزراعية كان مهملة إلى درجة، خاصة فيما يتعلق بموضوع المياه وبما يتعلق من ارتفاع وغلاء في أسعار الأسمدة والبذور وبقية الأمور الأخرى. أيضا الاهتمام بالقضاء على التصحر من خلال الغطاء النباتي الواسع، إنشاء متنزهات في المناطق السكنية الموجودة في محافظة بغداد، أيضا الاهتمام بالعشوائيات ودعم المواطنين الساكنين بها للقضاء على هذا بما سبب في تشويه في معالم بغداد الحبيبة. أيضا عندنا الأمر الآخر، الانتقال من الأمور الورقية في معاملاتنا والقضاء على هذا الأمر من خلال التوجه إلى الإلكترونية. نعم. كما يحصل في بقية البلدان الأخرى حالياً. إذا تلاحظون في جميع البلدان ماكو بعد هسه معاملة ورقية، جيب المستند الفلاني وجيب الهوية وجيب البطاقة وما أعرف شنو، هسه كل يتعلق بيته وعلى الإيميل ويشتغل من خلال البيت، تصدر الجواز، تصدر الهوية، تسجل طفل جاي هستوى، وهذه الأمور كلها. فإحنا نطمح إلى هذه الأمور. أيضاً بالنسبة للمدارس والأبنية المتلكئة، أكو مدارس في هذا الوقت حالياً بدأت تتعمر مع بدء العام الدراسي الجديد، وبدت المدارس صالها فوق الشهرين، الطلاب وزعوهم على المدارس الموجودة، وهاي الأمور كلها إحنا ماخذينها بنظر الاعتبار ونحاول إنه نقضي على هذه الأمور. ست شيماء، قلتي ذيقار منكوبة من ناحية الخدمات عفواً، وما أعرف العدة جاهزة لإنقاذ ذيقار مهد الحضارة، واليوم يتأسى الحال لذيقار. حقيقة ذيقار منكوبة فعلا سابقا وحاليا، فإن شاء الله إيد وحدة ما تصفق إذا صعدوا ويانا ناس خيرين مجلس محافظة ذيقار، نتعاون ونشد حيلنا ونقدر نغير.
غير هذا الحكي ما نقدر. أني وحدي شيء ما ساعده داخل مجلس محافظة ذي قرن ما ممكن أسوي شيء. طيب. وهاي أولا أهم نقطة عندنا حاليا اللي هي الجانب الصحي. حاليا مستشفيات ذي قار نقص المستشفيات، نقص المستوصفات، ندخل المستشفيات ذي قار مريضنا فقط السرير، كل شيء نشتري من برا. هذا وقع محافظ ذي قار، هذا الجانب الصحي. بالإضافة إلى المدارس، عندنا أحد المدارس 1200 طالب وبالقاع يقعدون. إحنا موضوعنا اليوم أني واللي خيريني راح يصعدوا مجلس محافظة. طيب. راح نتعاون على هذا الموضوع إلى أن آخر نفس. أولا أنا من ناحية إعلامية في الإعلام يعني نصف نقدر نقول السلطة الرابعة نقدر نستخدمها. نعم. هذا جانب. الجانب الثاني أنه الإصرار والعزيمة. أني إذا ما أستلم منصب محافظ ذي قرن ما أقدر أسوي شيء. طيب الخدمات أشرتي لملف الصحة، شنو الخدمات الأخرى اللي إلها أولوية بالمحافظة؟ ذكرتي قبل قليل. نعم. موضوع الطلبة وانتقالهم. نعم. للمدارس بوسائل ووسائط. نعم. بدائية جدا. نعم. فأكو مشاكل أخرى بهذا الملف بثلاثين ثانية. نعم ست، عندنا إحنا حاليا أزمة مدارس موجودة، بالإضافة إلى أنه عندنا أزمة معلمين، رغم أنه عندنا 28 ألف محاضرة ثبتوا، إحدى المدارس بها 20 معلم تربوي. مدرسة ثانية نلاحظ بها من خلال الفساد الإداري بكالوريا، يتصلون بي مدراء مدارس وأهالي يقولون إحنا بكالوريا حاليا دخلنا شهر 12. نعم. ماكو معلمين ست. زين هاي الحكومة اللي ثبتت هاي المحاضرين، ليش مدرسة بها 20 معلم ومدرسة ولا معلم بها؟ هذا واحد من الأشياء. يعني ما هذا فساد إداري ولا لا؟ خلينا ننتقل. نعم. بس اسمحي لي ست، لأن ذي قار كلش منكوبة ومظلومة. راح يجينا الوقت. بس المشكلة مدير تربية ذي قار حاليا هو مرشح انتخابات، اتصلت بي على مود يوفر هذه مديرية المدرسة معلمين لأنه بكالوريا، ما استجاب. الأهالي طلعوا تظاهرات ما استجاب. إذا نحن منكوبة بكل الأحوال، وعندنا أهم ملف في ذي قار إحياء البطالة، إنه أنا ما أعتمد كدولة على الرواتب والتعيينات، لا، عندي إحياء المدينة الصناعية في محافظة ذي قار. راح نجي لهذه النقطة. نعم. حتى ما نزاحم الموجودين بوقتهم المحدد. إليك الانتقال أستاذ قاسم. وموضوع الخدمات، وأنت أول ما بديت تعريفك ببرنامجك الانتخابي بديت بموضوع الخدمات في النجف. الخدمات بالنجف حقيقة مجموعة ملفات. الملف الأول هو ملف البلدية. ملف البلدية إذا أريد نعالجه فعلا أتمنى إنشاء معمل لتدوير النفايات في النجف الأشرف. هذا معمل تدوير النفايات بالنجف الأشرف أولا يساعدنا على رفع الأنقاض الموجودة بالمدينة، ثانيا يشغلنا أيادي عاملة من الشباب، وثالثا هو أصلا معمل إنتاجي ينتج البلاستيك والمواد الكيميائية والمواد الأخرى. هذا في الجانب البلدي. أما في الجانب الصحي، إحنا حقيقة بالجانب الصحي عندنا مراكز تخصصية بالنجف، مراكز جديدة، لكن هاي المراكز تحتاج إلى تطوير وإلى أجهزة طبية، وحقيقة موجود نقص بالأدوية كذلك في هاي المراكز. إحنا عندنا بالنجف مركز القلب المفتوح ومن الأطباء الجيدين بالنجف، لكن هذا المركز يحتاج لأجهزة طبية جديدة، والمستشفيات تحتاج إلى ترميم وإلى بناء مستشفيات جديدة. أما في قطاع التربية، النجف تفتقر إلى إنشاء مدارس جديدة وترميم المدارس القديمة وحماية الأساتذة والتربويين من التجاوزات اللي تحصل عليهم، وتوفير مستلزمات من مناهج دراسية وتوفير الرحلات للطلبة. وقسم من المدارس الآن كرفانات بالنجف، وقسم من المدارس أسي جمابيه. هاي الأمور لازم تعالج بالنجف الأشرف من خصوص التربية. أما في مجال الزراعة، إحنا تعرفين النجف مناطق زراعية. نعم. وهاي المناطق الزراعية تحتاج إلى النهوض به. الآن إحنا نعاني من شحة المياه، لازم أكو بدائل لمحافظة النجف من توفير المرشات ومساعدة الفلاحين في موضوع البذور والأسمدة الكيميائية وإنشاء جمعيات فلاحية متخصصة بإدارة هذا الموضوع. أما الموضوع الصناعي، إحنا بالنجف عندنا مجموعة من المعامل، هاي المجموعة من المعامل تكاد تكون معطلة، تحتاج إلى تفعيل المعامل في القطاع العام ومساعدة الشباب في المعامل الخاصة. أكو عندنا معامل خاصة بالنجف وهي معامل إنتاجية، تحتاج هذه المعامل إلى قروض ميسرة بدون فوائد حتى نقدر نشتغل على هذه المعامل، وبالتالي ندعم الشباب من هذه خلال هذه المعامل. وعندنا مشكلة أخرى هي حقيقة
نعاني منها هي مسألة الفساد. الفساد الآن يكاد يكون مستشري في أغلب دوائر الدولة بالعراق. إذن بعد أن استوفينا موضوع الدقيقتين وننتقل لصورة وتعليق من حضراتكم، وهذه الصورة أمامكم إذا عندكم تعليق أو فهم لهذه الصورة عن ماذا تعبر. من أين تبدأين؟ ممن تشاؤون. هاي الصورة نعم تفضل. هاي الصورة حقيقة معبرة عما يحصل من دمار في مناطقنا الزراعية، وأشرت إلى فعلا أستاذ قاسم وتجريف الأراضي الآن اللي يحصل وتحويل الأراضي الزراعية إلى أحياء سكنية، أو يجب على كل القائمين على هذا المشروع توفير أراضي سكنية لأهلنا وناسنا والابتعاد عن تجريف الأراضي الزراعية والمطالبة بحصة صناعية. مشكلة الزراعة اليوم بس تجريف لو بعد أكو مشاكل، أضافة إلى ذلك على الجهات السياسية مطالبة دول الجوار بمنح العراق الحصة المائية وإنشاء آبار في محافظتنا ومساعدة الفلاحين بالرش المرشات الطبيعية واستيراد قسم من الشركات الأجنبية اللي هي لها باع طويل في ميدان الزراعة لأن أراضينا خصبة، ويجب أن يصير عندنا اكتفاء ذاتي في هذا المجال. تتكلم بمرارة عن موضوع الزراعة، لكن خليتوا خطة لمعالجة هذا الموضوع ضمن برنامجكم؟ أي أكيد. إحنا بما أنه مناطقنا هي مناطق زراعية، فمن أولى أولوياتنا أولاً أنه لازم هناك تكون آبار، حفر الآبار بمساعدة الدولة. ثاني موضوع أنه إحنا عندنا اتصال بحيرة الرزازة. بحيرة الرزازة الآن تكاد تكون معطلة. لو فتحنا قناة من بحيرة الرزازة باتجاه بحر النجف إلى ناظم المشخاب راح نحصل على ماء حلو، ونستطيع زراعة الأراضي سواء بكربلة أو بالنجف أو بالديوانية. هذا المشروع لو تهتم به الدولة هذا يعني مشروع عملاق يخدم ثلاث محافظات في آن واحد، ومكان ما بحيرة الرزازة الآن مائها مالح أكو قناة من بحيرة الحبانية إلى بحيرة الرزازة ممكن تفتح القناة ويتحول الماء إلى ماء حلو كل إحنا نزرع من حلو. إذن يمكن أنت حضرتك تطرح الحلول لكن ماكو تنفيذ إلها لحد اللحظة، ويمكن إذا سنحت لكم الفرصة تكونون أنتوا أداة الحل. أكيد. وست شيماء ملف الزراعة ما أعرف إلى حصة باهتماماتكم ضمن جدولكم الموضع في الانتخابات أم لا؟ حقيقة 50% من سكان محافظة ذي قار هم ناس أهلنا مزارعين، ومن خلال جولاتنا الكل يشكي أنه نشحت المياه وكيف أثرت على الجانب الزراعي. وصلت إلى موضوع أنه هو مهنته مزارع ما يقدر ينتقل للمدينة لأن ما عنده حرفة ثانية. فأولى أولوياتنا من الناحية العلمية والعملية، إحنا كمحافظة ذي قار عندنا أهوار، هاي الأهوار لو استغلناها بشكل صحيح ممكن بناء سدود عليها بدل ما يطلع للبحر خلال فترة الشتاء. هي راح تكون أهوار جاهزة بس مجرد تعب حكومي قليل عليها نقدر نخزن المياه، نساعد هاي من جهة أنه يصير عندنا سدود في محافظة ذي قار من خلال الأهوار اللي هي مسطحات طبيعية. وثانيا استخدام الترشيد بالري المناطق الزراعية عن طريق الري بالتنقيط، لو استخدمنا هذه الجهتين ممكن الزراعة في محافظة ذي قار تتحسن، وكذلك مورد المعاش للفلاحين. ست أسيلة ببغداد الموضوع متشابه، يمكن طبعًا. اليوم نشوف تجريف للأراضي وتحولت نعم. كلها إلى عمارات ومجمعات سكنية. نعم. إلى وبغداد هي منطقة سهل رسوبي، فشنو حلولكم لهذا الموضوع؟ طبعا الصورة إذا تدل على شيئين. الشيء الأول وهو جدا مهم هو الإهمال الحاصل في الزراعة. نعم. خاصة في مناطق حزام بغداد، إلى أحد يروح لهذيك المناطق يلاحظ هذا الإهمال جدا واضح. والأمر الآخر يدل هو عدم الاهتمام بهذه الثروة الموجودة بالعراق اللي هي تكاد أن تكون موازية للثروة النفطية وهي الزراعة، وخاصة الشجرة النخيل. في بقية البلدان بدأ تصدير النخيل العفو التمر حال حال أي مورد اقتصادي كبير. طيب. مثل ده تلاحظون مثلا بقية البلدان اللي عندهم نوع معين من النباتات اللي يصدرونه مثل البن، مثل الشاي، مثلا الرز. وكان العراق في يوم من ما نعم. مصدر اول هذا بالعالم. هذا ما اقصده، كان العراق في يوم من الايام هو المصدر
لحتى شتلات النخيل تطلع خارج العراق. هذا مورد اقتصادي جدا مهم. الزراعة أيضا مورد اقتصادي مهم، تضاهي حتى النفط. النفط في إذا تلاحظون في السنوات الأخيرة دا يصير كلام إنه احتمال ينتهي يخلص، لكن الزراعة ما تخلص. ليش ما ندير بالنا على هذا المورد الاقتصادي المهم اللي يفيدنا في الداخل وفي الخارج من خلال الحصول على العملة الصعبة، من خلال التصدير، ومن خلال تكون هنالك التصدير يكون عن طريق الدولار، يصير التعامل لا. أيضا يفيد فلاحينا. ليش دا نستورد هذا الزرع من الخارج بقية المحاصيل الزراعية وللداخل وراح يكون عليها هذه العملة أيضا حتتغير عندنا، وأيضا الجمرق ما يحصل عليه أيضا، والفلاحين راح يعانون. هسه احنا الفلاح مالتنا يزرع ويتعب وهذه، ومن يجي يسوق محصوله ما راح يحصل المورد اللي يريده، لأن الدي يدخل لنا من الخارج أنسب أرخص من ما احنا، لأن احنا فلاحنا غير مدعوم من أي شيء. نجي على ملف المي مبين هنا من خلال هذه الصورة ما تحدث عليهم، انه هنالك شحة في المياه. اولها السياسة المياه، يجب هنالك تحرك على البلدان المجاورة وحصول العراق على الحصة المائية المطلوبة كما يقال. نعم. ايضا انشاء سدود وخزانات. لماذا مياه الامطار تذهب هدرا؟ نقدر احنا نسوي سد، نسوي خزان للمياه، نحتفظ بالمياه، فضلا ايضا عن دعم الفلاحين وتوجيههم الى التوجه نحو الري، الطرق الري الحديثه، الابتعاد عن الري السيحي وهذا الطرق التقليديه بالري من خلال التنقيط، من خلال المرشات الحديثه، ويجب ان تكون مدعومه من الحكومه، لان فلاحنا بسيط لا عنده قدره علميه للعمل على هذه الاجهزه، ولا عنده امكانيه ماديه شرائها، فتكون مدعومة أيضا تفيد هذا، حتى ذات تفيد الحكومة راح يصير هنالك استيراد، وأيضا المزارع مالتنا راح يصير عنده مورد اقتصادي جديد، فراح الكل يستفاد من عنده. أيضا راح تكون مناسبة الأسعار في يعني في داخل العراق. الأمر الآخر اللي إحنا نهتم له هو القضاء على هذه الظاهرة، ما ظاهرة تجريف الأراضي الزراعية وتحويلها إلى مناطق سكنية، مما أدى إلى ترك الفلاح لمهنة الزراعة والتوجه نحو المدينة. فهنا صارت عندنا أمرين، التحدي في أمرين. الأمر الآخر هو اكتظاظ مدينة بغداد بالسكان. إذا تلاحظون إحنا هسه في منطقتنا البيت الواحد صار بأربع خمس عوائل، خمسينات هذه صارت. هذه مشكلة نزوح أغلب المحافظات من العاصمة وسوء التخطيط والمناطق العماني وما والمناطق إلى الزراعية ذلك. أيضا أهملت تحولت إلى صحاري، فهذه الأمور كلها يجب الاهتمام بها، وإحنا في برنامجنا الانتخابي خلينا خطط مدروسة وواقعية لهذا الملف الزراعي. أستاذ عمر، يعني شخصوا الأخوة هنا والأساتذة موضوعة الزراعة بالعراق، وما أعرف اللي تحاول حضرتك الآن تجاوب عليه من خلال استعراض جملة من المشاكل بملف الزراعة وفي بغداد حصراً، شنو برنامجكم لهذا الملف؟ طبعاً هذه الصورة مؤلمة جداً وتقهر، لأنه هذا الجانب الزراعي. حمرابي يقول يحرق، أو عفواً يعدم من يحرق نخله، وإحنا اليوم نفتر بغداد ونشوف الفسائل كلها. هذا التجريف ووضع وبدون خطط، المناطق الزراعية أصبحت دور سكنية، والإهمال بالزراعة كلش جداً كبير، المياه مصادرة من العراق. احنا ما ممكن اليوم نترجى من دول الجوار او الدول الاخرى حتى تفتح لنا المياه على مود نقوم بالزراعه ونقوم بهذا. يجب الاحتياط ووضع عمل السدود وتفعيله، هذا جدا مهم الجانب، لانه ما ممكن انا اليوم اظل ابقى تحت رحمه فلان وفلان وفلان. هاي نقطه مهمه. النقطه الاخرى، وزاره الزراعه عذراً أخفقت في هذا الجانب وما تمكنت. إذا ما تقدر وزارة الزراعة توضع خطة، هل تجي على أنا مدرب شباب ريادة أعمال الغرفة عندهم مشاريع زراعية تقدر تغطي المحافظة وتغطي البلد.
يمكن تشير حضرتك هنا ولو أقاطعك بموضوع انتشار الوعي. اليوم نلاحظ بين الشباب أكو حملات تطوعية لدعم الزراعة، لزراعة الساحات العامة إلى ذلك، في حين إدارة الدولة قد تخفق في هذا الجانب. مو بس هذا الجانب ست، احنا بالنسبة لنا الشباب لأنه لازم نستثمر خريجي كلية الزراعة، لأنه المهندسين الزراعيين هم على شنو درسوا؟ لازم تتبناهم وزارة الزراعة، إذا ما عندهم خبرة وزارة الزراعة بهذا المجال يستعينون بخبر أخرى، مو مشكلة، ماكو فد مشكلة. يجب وضع حلول صحيحة حتى نقدر نقدم ننتج. يعني هذا الجانب مساحات واسعة، أرض خصبة، نستورد منتجات زراعية من الخارج. هذا بنفس الوقت مؤثر على الاقتصاد، مؤثر شاغل البلد، شاغل البنك المركزي من ضمن اختصاصي أنا أتكلم، شاغل بالحوالات التجارية ومشاكلها، ولا البلد لازم يهتم بهذا المجال. وأنا عندنا دراسة كاملة تقسيم الأراضي والاستعانة بمهندسي الزراعة وتسليمهم هذا الملف، خريجين زراعة كفؤين وشباب طموحين يقدر ينشأ له بنفس المكان اللي يخصصونه له يزرعه، يطالبونه بإنتاج، يطالبونه ينطونه قروض أو ينطونه نقد على مود حتى يقدر يقوم المشروع مالته وبنفس الوقت يسدده ومن المحصول ماله، ويقدر وإحنا كسبنا شغلنا أيادي عاملة وأنتجنا زراعة وقدمنا خدمة لبلدنا وقللنا الاستيراد ويا ما وهو أكو ألذ وأطيب من الزراعة العراقية. تقدرون تفصلون هذا الموضوع؟ بس دا أرد على الأستاذ. طبعا أنا خريجة الزراعة من 2013. نعم. لم تفضل بي جدا مهم خريجين الزراعة، يعني طالب دار الزراعة ومختلف، طبعا كل قسم 13 قسم في كلية الزراعة. طيب. كل قسم ياخذ كورسين، يعني كل كورس 14 مادة. يعني متبني موضوع الزراعة مثل ما نقول من الألف إلى الياء. وهذا الأمر يتخرج خريج زراعة مهندس زراعي يروح يشتغل سائق تاكسي أو يروح، مو إلا تعيين. يعني طبعا ماكو دولة تقدر تعين جميع المواطنين، بس أكو نقدر شركات متخصصة، نقدر مصانع أغذية، كلها تكسب الخريجين الزراعة. نقدر مثل ما تفضل الأستاذ قطعة أرض بدال الشخص أخلي بيها شخصين أو ثلاثة موظفين، أخليهم اشتغلوا في هذه الأرض، إنتاج يفيد البلد ويفيد المواطن ويفيده هو كمهندس. هنا راح نقضي على أكثر من شغلة. أول شيء راح يصير عندنا القضاء على مشكلة البطالة، الشاب راح يعيل نفسه، مشكلة المعيشة. أيضا راح يصير عندنا الصناعة، هسه احنا ملف الصناعة هم متوقف يعني عندنا، يعني راح امنحكم دقيقة تعقبون من خلالها. يعني انطيكم الان نصف دقيقة لحضرتك والاستاذ قاسم اذا عندكم تعقيب على ملف الزراعة او البطالة عموما. نعم. ست، بالنسبة للفشل اللي حصل خلال 20 سنة هي جملة واحدة، شنو احنا محتاجين الى رجال دولة وليس سياسيين في مناصب الدولة، هاي الحقيقة. لهذا السبب مرات تجين تلقين وزير زراعة هو مختصص خريج كلية الزراعة، ففي حالة راح يثبت الفشل مالته. وإلا مصر استثمرت الواحات وانتجت انتاج جيد. إذن احنا بما انه الرجل غير مناسب بالمكان المناسب، هذا الفشل اللي حصل على مدى 20 سنة. أستاذ قاسم عندك تعقيب على اللي ذكروه الأساتذة حتى اللحظة بنصف دقيقة؟ هو طبعا مجال الزراعة هو مجال مهم وفاصل حيوي من مفاصل الدولة العراقية. نعم. قبل أن يكون النفط هو الفاصل الحقيقي، الزراعة هو فاصل حقيقي لكل بلدان العالم. وهي الثروة الدائمة، لربما النفط في يوم من الأيام ينتهي، بس الزراعة ما في يوم من الأيام أن تنتهي. يجب على الدولة أن تدعم القطاع الزراعي وتوفير كل ما يمكن توفيره حتى نمنع الاستيراد من باقي دول الجوار لأشياء لا قيمة لها. زين، تضرب مصلحة البلد وبالعملة الصعبة، وبالتالي احنا كثير من اولادنا وكثير من اخواننا الان اتجهوا الى التعيينات، اتجهوا الى اعمال بسيطة بالمدينة، وترك الاراضي الزراعية حقيقة بور. اراضينا اغلبها الان في النجف بور ما بيها زراعة. يمكن هذه تحتاج الى
يعني ثورة توعوية ضد مسألة التعيينات واللجوء إلى حرف أخرى. عندي دقيقة تمنح لحضراتكم والكاميرا أمامكم توجيه رسائل لجمهوركم أو تعقيب على ما دار في الحلقة، وأبدأ منك أستاذ عمر. شكرا للست اللي تفضلت بالموضوع الزراعة. إذا أنا لدي خطة كاملة، لدي خطة كاملة في هذا الملف الزراعي وجاهزة للتفعيل. إذا وزارة الزراعة ما يقدرون على هذا الملف، إن شاء الله إحنا نكون يد عون لهم ونقدم لهم الخدمة ونقدم لهم ملف كامل ذو اختصاص مدروس وجاهز لحل هذه المشكلة. إذن دقيقة أخرى تمنح لكم ست أسئلة، وإما خطاب لجمهوركم أو تعقيب على ما دار في الحلقة. طبعاً راح يكون جانبين، الجانب الأول على الجميع أن يتكاتف، خاصة المرشحين الجدد على الساحة السياسية، الإيفاء بالوعود التي قدمناها إلى جمهورنا، هذا راح يكون وعد علينا وعهداً أمام الله وأمامكم. الأمر الآخر نتمنى ذهابكم إلى صناديق الاقتراع، لأن مثل ما يقول المثل التغيير يبدأ من عندكم، التغيير حيكون من خلالكم. إذا أنتوا عزفتوا عن الانتخابات وما رحتوا فهذا الشيء ما راح يتغير أي أمر، فنتمنى منكم الذهاب إلى صناديق الاقتراع يوم 18/12. لكم ست شيماء والكاميرا أمامكم. أول شغلة أقولها أنه أحد أولوياتي أنه تفعيل المدينة الصناعية في محافظة ذي قرن لمعالجة البطالة وتشريع قانون أي مقاول أو أي مستثمر في محافظة ذي قرن ما ممكن يأخذ مشروع بدون أنه يرهن عقار أو ضمان من خلال المصارف الموجودة للدولة، لأن هذا الموضوع مهم. حدث عندنا نكول نتيجة أخذ الأموال والهروب خارج القطور، وهذا أثر على محافظة ذي قار نتيجة الفساد الإداري. هاي الجهة. الجهة الثانية كجمهور شيماء السعداوي، شيماء السعداوي اليوم ما تنظر عليكم، تعرفونها منو بنتكم وأختكم، واليوم توجهت لهذا المكان لأن أريد أخدمكم. الخدمة ما تجي وأصل هذا المنصب إذا ما أنتم بأصواتكم أوصل هذا المنصب وأقدمكم، وشكرا جزيلا. أستاذ قاسم الدقيقة لك. أبشر يا عراق قائمة نجفية متنوعة من جميع الجوانب، بها الأكاديميين، بها شيوخ العشائر، بها الأساتذة، بها الأطباء. نحتاج إلى وقوف أهالي النجف مع هذه القائمة، القائمة الجديدة، القائمة المتنوعة، حتى نستطيع أن نوصل برنامجنا الانتخابي وما أفسده الدهر في محافظة النجف يجب أن يصحح. وعلى أهالي النجف الوقوف مع الكفاءات مع الشرفاء حتى نستطيع النهوض بمدينة أمير المؤمنين. إذن شكرا لكم وكل التوفيق في خوض هذه الانتخابات أستاذ قاسم وست شيماء وست أسيل وأستاذ عمر، شرفتونا بهذه الحلقة، وإلى لقاء آخر مشاهدين الكرام.